لبيك لبيك يا غزة، لبيك 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 يا غزة. ويا غزاوي احنا معاكم، ويا غزاوي احنا معاكم، ويا غزاوي احنا معاكم، وعهدا منا لن ننساكم، ويا غزاوي احنا معاكم، وعهدا منا لن ننساكم، ويا غزاوي احنا معاكم، وعهدا منا لن ننساكم، وخيبر خيبر يا يهود، وقيش محمد بدا يعود. يلا الصوت العالي مع الصفقة أيها الأحرار. خيبر خيبر يا يهود، وقيش محمد بدا يعود. وخيبر خيبر يا يهود، وقيش محمد بدا يعود. وخيبر خيبر يا يهود، وقيش محمد بدا يعود. وانتصار انتصار، وانتصار انتصار، ويا كتائب القسام، لبيك 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 يا غزة، لبيك 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 يا غزة، لبيك 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 يا لبيك 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 يا فلسطين، 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 لبيك لبيك يا فلسطين، بالروح بالدم نفديك 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 يا فلسطين. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد بدا يعود. وخيبر خيبر يا يهود، جيش محمد بدا يعود. وخيبر خيبر يا يهود، جيش محمد بدا يعود. وخيبر خيبر يا يهود، جيش محمد بدا يعود. ويا صهيوني يا جبان، غزة غزة لن تهان. 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 بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، بالروح بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، بالدم نفديك يا فلسطين، بالدم نفديك يا فلسطين. وخيبر خيبر يا يهود، وخيبر خيبر يا يهود، وقيش محمد بدا يعود. 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 وهذه رسالة لليهود،
الله الكل أيها الأحرار صوتكم العالي، هذه رسالة لليهود، إن الأقصى سوف يعود، وهذه رسالة لليهود، إن الأقصى سوف يعود، وهذه رسالة لليهود، إن الأقصى سوف يعود، وهذه رسالة لليهود، وإن الأقصى سوف يعود، وهذه رسالة لليهود، وإن الأقصى سوف يعود، وهذه رسالة لليهود، وإن الأقصى سوف يعود، وخيبر خيبر يا يهود، وقيش محمد بدا يعود، وخيبر خيبر يا يهود، وقيش محمد بدا يعود، وخيبر خيبر يا يهود، وقيش محمد بدا يعود. لبيك 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 يا غزة، 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 لبيك 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 يا فلسطين، لبيك 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 يا فلسطين، لبيك لبيك يا فلسطين، لبيك لبيك يا فلسطين. ومن تعز أرض العزة، أين الصوت على التصفيق العالي يا شباب؟ بطك فيه. من تعز أرض العزة، كلنا نفدي غزة، ومن تعز أرض العزة، كلنا نفدي غزة، ومن تعز أرض العزة، كلنا نفدي غزة. يا مصر يا أصل العرب، بحماس النصر اقترب، يا مصر يا أصل العرب، بحماس النصر اقترب، ويا مصر يا أصل العرب، بحماس النصر اقترب. ومن تعز أرض العزة، كلنا نفدي غزة، ومن أرض من تعز أرض العزة، كلنا نفدي غزة، ومن تعز أرض العزة، كلنا نفدي غزة. خيبر خيبر يا يهود، أسمعوهم بأصواتكم، ارفعوا أصواتكم عاليا. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد بدأ يعود، وخيبر خيبر يا يهود، جيش محمد بدأ يعود، وخيبر خيبر يا يهود، جيش محمد بدأ يعود. ويا صهيوني يا جبان، غزة غزة لم تهان، ويا صهيوني يا جبان، غزة غزة لم تهان، ويا صهيوني يا جبان، يا صهيوني يا جبان، غزة غزة لن تهان. ومن تعز أرض العزة، غزة غزة لن تهان، ومن تعز أرض العزة، كلنا نفدي غزة، ومن تعز أرض العزة، كلنا نفدي غزة. يلا يا شباب يا غزة، واحنا معاك للموت، ويا غزة 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 واحنا معاك للموت.
صوتكم ايها الاحرار مع الصفقة يلا ويا غزة واحنا معاك للموت 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 لبيك 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 يا غزة 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 لبيك 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 يا فلسطين لبيك 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 يا فلسطين لبيك 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 يا فلسطين بالروح بالدم نفديك يا غزة 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 بالروح بالدم وخيبر خيبر يا يهود وجيش محمد بدا يعود يلا مع الصفقة خيبر خيبر يا يهود وجيش محمد بدا يعود وخيبر خيبر يا يهود وجيش محمد بدا يعود وخيبر خيبر يا يهود وجيش محمد بدا يعود وخيبر خيبر يا يهود وجيش محمد بدا يعود ولا إله إلا الله والشهداء أحباب الله 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 ويا غزة واحنا معاك للموت 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 ويا صهيوني يا جبان وغزة غزة لا تهان 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 وخيبر خيبر يا يهود وجيش محمد بدا يعود
خيبر خيبر يا يهود، وقيش محمد بدا يعود. خيبر خيبر يا يهود، وقيش محمد بدا يعود. خيبر خيبر يا يهود، وقيش محمد بدا يعود. ولا إله إلا الله، والشهداء أحباب الله. ولا إله إلا الله، والشهداء أحباب الله. ولا إله إلا الله، والصهيوني عدو الله. ولا إله إلا الله، والصهيوني عدو الله. ولا إله إلا الله، والصهيوني عدو الله. وخيبر خيبر يا يهود، وقيش محمد بدا يعود. وخيبر خيبر يا يهود، وقيش محمد بدا يعود. لبيك 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 يا غزة، 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 لبيك 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 يا فلسطين، لبيك 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 يا فلسطين. مع الصفقة مع الصفقة، لبيك 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 يا فلسطين، 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 لبيك 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 يا فلسطين. وهذه رسالة لليهود، وهذه رسالة لليهود، أن الأقصى سوف يعود. وهذه رسالة لليهود، أن الأقصى سوف يعود. وهذه رسالة لليهود، وأن الأقصى سوف يعود. وهذه رسالة لليهود، وأن الأقصى سوف يعود. وهذه رسالة لليهود، وأن الأقصى سوف يعود. وخيبر خيبر يا يهود، وقيش محمد بدا يعود. وخيبر خيبر يا يهود، وقيش محمد بدا يعود. وخيبر خيبر يا يهود، وقيش محمد بدا يعود. الكل الكل ايها الاحرار، انتم الجيش، انتم انتم، نحن نتحرر من الانظمه الاستبداديه لنحرر فلسطين باذن الله باذن الله. يلا يا شباب، خيبر خيبر يا يهود، وقيش محمد بدا يعود. وخيبر خيبر يا يهود، وقيش محمد بدا يعود. بالروح بالدم نفديك يا غزة، 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 بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، بالروح بالدم. وخيبر خيبر يا يهود، وقيش محمد بدا يعود. وخيبر خيبر يا يهود، وقيش محمد بدا يعود. أمام مستشفى، أمام شركة أحمد العامير الصرافة، هناك سنقف. يلا تحرك رافع. وخيبر خيبر يا يهود، وقيش محمد بدا يعود. وخيبر خيبر يا يهود، وقيش محمد بدا يعود. خيبر خيبر يا يهود، وقيش محمد بدا يعود. وخيبر خيبر يا يهود، وقيش محمد بدا يعود. وخيبر خيبر يا يهود، وقيش محمد بدا يعود.
خيبر خيبر يا يهود ويا غزة واحنا معاك للموت 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 لبيك 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 يا فلسطين 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 سنقف هنا سنقف هنا وقفتنا هنا وقفتنا أيها الأحرار هنا هنا سنقف جميعا هنا لبيك 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 يا فلسطين 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 لبيك لبيك وبالروح بالدم نفديك يا فلسطين بالروح 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 بالدم نفديك يا فلسطين بالدم نفديك يا فلسطين بالروح بالدم نفديك يا فلسطين سنستمع الآن إلى كلمة المجلس الثوري ليست كلمة المجلس الثوري بل هي كلمة ثوار تعز قاطبة كلمة ثورات الربيع العربي ولا أطيل فقد سمعتم من خلال الخطبة والبيانات ما فيه بيان واضح لكن الذي نريد أن نؤكد عليه أن فلسطين هي نواة الثورات العربية الحالية اليوم بعد قصف غزة شكلت القضية الفلسطينية جرحا دائما نزيف في جسد الأمة فظل هذا النزيف الدائم مذكرا لنا بواجبنا حيال ما يجب أن نقدمه ونقاوم به الظلم والاستبداد والاستعمار ولذلك فالفضل بعد الله عز وجل في كل ثورة أو انتفاضة أو استيقاظ عربي أو إسلامي أو إنساني تحرري الفضل بعد الله لفلسطين ورجال فلسطين ولهذا فإننا إن بذلنا أموالنا أو جهدنا أو حتى أرواحنا فوالله إنها جزء من واجب يجب أن يؤدى حماية لديننا ولأراضينا ولا سيما أرض فلسطين أرض الإسرى ثالث الحرمين الشريفين أيها الثوار إنه وإن كانت فلسطين وأبناء فلسطين هم نواة الثورة فواجب الثورات العربية اليوم أن تتغلب على خلافاتها ولفلسطين علينا فضلا ولقضية غزة بالأمس علينا فضلا وحدت الناس جميعا كلهم فداء لغزة وفلسطين على اختلاف مشاربهم على اختلاف تفجهاتهم على اختلاف توجهاتهم وعلى تغاير مشارعهم ولهذا أقول واجبنا تجاه غزة أن نوحد صفنا الثوري لنرمي قوسا واحدة عدونا الصهيوني العدو الأول والأوحد
للأمة بكل فئاتها وكل مكوناتها. فهنيئا لكم هذا الخروج، وعهدا منكم ومنا جميعا لكل مرابط في أرض فلسطين أننا سنظل كما وعد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إن كانت غزة أرض الرباط فاليمن أرض المدد مالا ورجالا. إننا سنظل نجدد العهد مع الله أننا سنظل أرض المدد بمالنا بل وبأرواحنا، ونطالب من الثورات العربية ثورات الربيع أن تكون أولى أولوياتها قضية فلسطين وتحرير الأقصى الشريف العاصمة الأبدية لفلسطين لا لغير فلسطين. أيها الأحرار، أيها الثوار، لا أريد أن أطيل فلقد سبرتم كثيرا، لكن توحيد قضية غزة لصفوفنا اليوم يجب أن يستمر هذا التوحد، ويجب أن نجدد العهد من أرض اليمن بأننا المدد المدد روحا والمدد المدد مالا، ولا يزال الباب مفتوحا لتبرعاتكم وهباتكم. إننا ندين ونستنكر كل ما حدث في غزة من أي جهة. ارفعوا كل اللوحات لكل الأطراف، فإن القضية توحدنا والجرح يجمعنا، وكلنا جسدا واحدا أمة واحدة لأجلك يا فلسطين، لأجلك يا أقصى، معا مع كل مناضل هناك ومع كل مناضل هنا حتى يأتي نصر الله ولن يتركم أعمالكم. والسلام عليكم ورحمة الله. الروح بالدم يبديك يا أقصى، بالروح بالدم يبديك يا أقصى، بالروح بالدم يبديك يا أقصى، بالروح بالدم. أيها الثوار الأحرار، إن غزة المثقلة، إن غزة المثقلة بجثث الشهداء وعنات الجرحى لا ولن تركع أمام العدو الإسرائيلي والأمريكي، وإن غزة منتصرة بإرادة الله ثم بإرادتكم أيها الثائرون الأحرار. إن غزة اليوم، إنني أسمع طيلة الليلة الماضية من أبناء غزة الأحرار وهم يخاطبون العالم العربي، وأكثر ما يخاطبون شباب الثورة في اليمن، ويقولون نريد أن نرى تعز وصنعاء قاطبة خارجة في مسيرة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي الصهيوني على غزة الصامدة. إنكم خرجتم اليوم بالروح بالدم نفديك يا غزة، بالروح بالدم نفديك يا غزة، بالروح بالدم نفديك يا غزة. ها هي رسالتنا، ها هي رسالتنا لأطفال غزة، ها هي رسالتنا، ها هي رسالتنا لأطفال غزة الذين سقطوا شهداء. نقول لهم إن أبناء تعز وثوار تعز قاطبة، وأبناء اليمن قاطبة، إنهم معكم، إنهم معكم، إن دموع أطفال نساء غزة هي دموعنا، إن أطفال غزة هم أطفالنا. تحية 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 من هنا من تعز الصمود، تحية لكتائب القسام ولكل الكتائب المشاهدة، تحية من هنا للقائد خالد مشعل، تحية من هنا للقائد إسماعيل هنية، تحية من هنا للقائد محمد مرسي، تحية من هنا للشعب المصري العظيم، تحية من هنا لهشام قنديل. هذه اللحظات في غزة، تحية تحية لكل أبناء غزة الصامدة، للرجال للنساء للأطفال. شكرا لحضوركم، شكرا لهذا الحضور. أيها الإخوة الثوار، أيتها الثائرات، قبل دقائق، قبل دقائق وصلت رسالة، قبل دقائق وصلت رسالة أن وزير الخارجية التونسي سيزور يوم غدا قطاع غزة، ورئيس الوزراء التركي
ورئيس الوزراء التركي اليوم في القاهرة، ونحن من هذا الشارع نطالب رئيس الوزراء اليمني بزيارة غزة. نحن نطالب عبد ربه أن يحذو حذو مرسي، ونطالب باسندوة أن يحذو حذو قنديل. نطالب من حكومتنا ومن قيادتنا أن تتخذ مواقف أكثر جدية وفاعلية. إن أمة يعلن قائدها أن تهديدات إسرائيل لا ترهبنا، وإننا نحو الشهادة والموت لقادمون. أمة النصر حليفها والشهادة أولى أمنياتها.